نص استماع. صباحك أحلى، صباحك أحلى، يطالعن وجه أم الحبيب على وجنتيها علامات شمس الوطن، وتحمي الرموش عيون حبيبة عمري. لماذا تماديت بالحزن والحزن وهم تكسر؟ لماذا توغلت بالدمع والدمع في مقلتيك سماء وعنبر؟ صباحك ورد وعشق وزعتر، وقلبي بعينيك ينمو ويكبر. وجهك أحلى وعيناك أغلى، وقبلة عمري على راحتيك، وشوقي يزيد إلى مرفقيك. فكيف هي البسمة الناعمة، فكيف هي البسمة الناعمة، وشعرك والبسمة الدائمة، وشال الحرير وذاك السرير، وكل عصافيرك النائمة. حبيبة عمر البعيدة، حبيبة قلب الوحيدة، لعينيك أمي، لعينيك أكتب أحلى قصيدة. وأمضي ولكن بدون صفائك تبقى حياتي سرابة، ودقات قلبي تظل وحيدة. نستمع إلى نص بعنوان صباحك أحلى، ونجيب عن الأسئلة الآتية: 1- عن أي وجه يتحدث الشاعر في الأسطر الشعرية التي سمعناها؟ عن وجه أمه. 2- بماذا عبر الشاعر عن حبه لأمه بأن كتب لها أحلى قصيدة؟ 3- لماذا كان صباح أم الشاعر أحلى؟ لأن صباحها ورد وعشق وزعتر. 4- أعطى الشاعر كل عضو من أعضاء أمه قيمة تعبر عن حبه لها. نوضح ذلك: فوجه أمه جميل وعيناها غاليتان، ويشتاق الشاعر إلى تقبيل راحتي أمه وإلى مرفقيها وشعرها الذي هو الابتسامة الناعمة. 5- ما الذي تذكره الشاعر من أمه؟ تذكر الشاعر في أمه الشال الحرير والسرير والعصافير النائمة. 6- ماذا قدم الشاعر لأمه؟ قدم الشاعر لأمه قصيدته. 7- كيف تصبح حياة الشاعر دون أمه؟ تصبح حياة الشاعر دون أمه سرابة.